بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ريم من قناة ريم شو. فيديو اليوم جبت لكم الكيفير. بالنسبة للناس اللي ما عرفوش شنو الكيفير، هو الفطر الهندي، اسمه الفطر الهندي. عبارة عن فطر ندار في الحليب كما كنت تشوفوا، هو الشكل ديالو عامل كيما شوفلور. دوك نحط لكم الصورة تشوفوها. يندار في الحليب باش هذاك الحليب يتخثر ويكون لنا بكتيريا. ديك البكتيريا مليحة للصحة، تعاون تقوي مناعة الجسم. كما نعرفوا الياغورت ولا اللبن دايما يقولون فيها بكتيريا نافعة للمصارن، بصح هذا الكيفير مثلا الياغورت ولا اللبن فيه 70، مثلا 70 نوع تاع بكتيريا. بالنسبة للكيفير يقولوا بأنه فيه أكثر من 70 ألف نوع من البكتيريا النافعة. ربما كاين بزاف الناس ما يعرفوش كيف يستعملوه ولا يكونسوميوه. انا هنا جبت لكم 3 وصفات، وصفه الكيفير يعني بالفاكهه، وواحد اخرى تاع الجبن الايطالي، والثالثه الجبن اللي يتنكل هكذا يعني يتغمس ولا اللي يشبه الجبن الفيطه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تدعموني باللايكات الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو الفيديو على بركه الله. بالنسبه للمعن اللي لازم نستعملوهم في الكيفير، لازم يكونوا تاع زجاج ولا تاع بلاستيك. الصفايه تانيك لازم تكون تاع بلاستيك ماشي تاع الحديد كما راكم تشوفوا. المغارف يا اما تاع الحطب ولا تاع البلاستيك. الحديد ما لازمش كامل يمس الفطره. هذا البن هذاك مور ما تصفيوه يعني تستعملوه عادي، اما بالنسبه لقبل ما يتصفى الفطر هذاك لازم تستعملوا كما قلت لكم المعن هذوما تاع بلاستيك ولا تاع الحطب ولا تاع هذا. كما راكم تشوفوا هنا راه الحليب خطر، يعني هذاك الكيفير عمل الشغل ديالو كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش راه خاطر. دوكا انا واش ندير؟ نصفيه. بسم الله. بعد ما يحبط كامل البن تاعي من الحتى ولا الرايب، يعني نسموه رايب لانه يروب الحليب، لا تيكستور تاعو تجي ماشي كيما الرايب سوا سوا ثقيل، يجي خفيف شويه عليه كيما راكو تشوفوا. تبقاو تحركوا فيه هكذا، ما تخافوش ما يصرالو والو. انا صراحه واحد الخطره كونجليتو كي حبطت لتزاير طولت لتما ما ديتوش معايا، حطيته في شكاره وكونجليتو. من بعد ما وليت من الجزائر عاود نحيته من الكونجيلاتور، عاود حطيته في الحليب بصح ما درتوش في الفريجيدر. خليته تقريبا واحد اليومين. الحليب هذاك الاول اللي عطالي ما كانش خاطر مليح، رميته ما استعملتوش. من بعد استعملته المره الثانيه. كاينين الناس يشلوه بالماء هكذا مور ما يصفيوه يشلوه. حبيت نعطيكم معلومه باسكو انا حوست عليه، هاد الكيفير تاع الحليب ما يتشللش بالماء، بالخصوص الماء تاع العين. ولا حبيتو تشلوه لازم يكون الماء تاع لا سورس ولا لو مينيرال، هو نورمالمون ما يتشللش. ولا حبيتو تشلوه بالحليب بصح ولا استعملتو الماء، يا ريت تستعملوا الماء اللي ما يكونش فيه الكلور، يعني ما يكونش فيه جافيل، باسكو هذاك جافيل راه رايح ياثر في البكتيريا يأثر فيها ويقتلها لكم. حبيت تاني نزيد نقول لكم بلي دوكا هذا يكبر مثلا، ولا كانت عندك هاد الكميه فقط، هذه كل مره ديروها في الحليب تعاودوا تصفيوها الى اخره. يعني هو يطالي مونطا، هو ياكل السكر تاع الحليب، هو ياكل السكر تاع الحليب يزيد يكبر. كل ما يزيد يكونسومي السكر تاع الحليب على هذا الشيء، على هذه اللي يخطر لنا الحليب تاعنا، يزيد يتكاثر يتكاثر بسرعه. يعني تقدروا تمدوا منه كي تشوفوه بدا يكبر لكم، تمدوه لحبابكم لجيرانكم يعني والناس اللي يسحقوه. ولا ممكن تكونجليوه كيما قلت لكم، ديروه في كونجيلاتور ما يصرالو والو. انا بقالي تقريبا واحد 4 شهور في الكونجيلاتور، صح مور ما خرجته التكاثر ديالو ما كانش كيما كان موالف، نقص شويه على خاطر ما نعرف ما تاكتيفاش كي كان كونجلي ولا. وكنحي هدايا باش نكمل نزيد نصفي الباقي. من بعد بشويه بشويه يبدا يلقى روحو، يبدا يتكاثر. كاين تاني الكيفير اللي يندار في الماء، تحطوه في الماء والسكر وتخلوه، هذاك الماء راهو رايح يولي لكم خاطر وتشربوه ينفعكم بزاف. كاين نوعين بصح تاع الماء ماشي هكذا عامل اللون تاعو، ولا الشكل نفس الشكل تقريبا بصح اللون ديالو مختلف على تاع الحليب.
بالنسبة للكمية تاع الحليب راكو رايحين تقولوا لي شحال ندير. اولا على حسب الكيفير اللي عندكم، ولا كان عندكم بزاف ديروا بزاف، ولا كان عندكم شوية ديروا شوية. وتاني ولا كنتو مزروبين عليه ولا لا لا، ولا كنتو حابين يوجد لكم تمتم ديروا كمية قليلة تاع الحليب، باسكو علاش؟ ولا كانت البكتيريا بزاف تمتم رايحة تكونسومي السكر هذاك وترمي يعني المنافع ديالها في الحليب هذاك، راهو رايح يخطر لكم بالزربه، قدروا ما هكذا تعصروه ما يصرى له والو. ولا ما حبيتوش يزرب لكم مثلا، زعما عندكم كميه كبيره وما تقدروش تكونسوميوها يعني في وقت قليل، تقدروا تحطوه في الفريجيدار، ديروا له الحليب وتحطوه في الفريجيدار، راهو رايح يحبس شويه التكاثر ديالو. اما ولا استعملتوه في الكونجيلاتور يعني، ولا خليتوه في الكونجيلاتور كيما راكو تشوفوا هكذا، تزيدوا تصفيوه مليح مليح وديروه في الساشي وتخبوه في الكونجيلاتور ماشي في الحليب. مور ما كملنا صفيناه دوكا هاد الكميه، تحبوا تعاودوا ترجعوها في نفس البلاره، تحطوا الكيفير ديالكم تفرغوا عليه الحليب، تحبوا تجبدوا بلاره واحده اخرى وهذه تغسلوها، دبروا راسكم كيما تحبوا يعني، ما يصرا والو مملو كان ترجعوها في نفس البلاره ما كاش مشكل. بعد ما نفرغوا الحليب تاعنا في البلاره ونحطوا فيه الكيفير، نغطيوه قطعه قماش اللي يقدر يتنفس منها يجوز ليه الاكسجين هكذا باش ما يموتناش، تشدوها بلاستيك ولا بالخيط ولا، وتغطيو البلاره تاعكم، ما لازمش تغلقوا عليها بالغلاق هذاك تاع البلاره. هنا باش ندير الفرماج تاع الكيفير، هنايا كيما كنتو تشوفوا خديت صفايه نحط فوقها قماش ماشي يكون نقي تاع الكوزينه ولا طرشونه، المهم يكون القماش هذاك رقيق بزاف باش يقدر الماء هذاك يخرج من الرايب. نفرغوه ونخلوه، نغطيوه ونخلوه باش يتصفى، ومره على مره نطلعوا عليه باش نحو الماء هذاك، ولا تقدروا تحطوه في غيسيبيون اللي وين ما يلحقش يعني الماء هذاك ما يعاودش يطلع. انا نخليه هكذا من بعد كي يطلق الماء نعاود نوريه لكم تشوفوه. بعد مده شوفوا الماء اللي خرج منها، كما راكم تشوفوا هنا الكيفير هذاك راه بدا يبردي الماء تاعو كما شفتوه مع الاول كان سائل، دوكا راه ولا كيشغل ياوخت. تحبوا تكونسوميوه هكذا كوم ياوخت خلاص يكفي، ما تزيدوش تصفيوه اكثر من الماء. انا هذا راني راح نديرو فرماج، من بعد كي نكملو كامل تشوفوه كيفاش يخرج، لازم تصبروا عليه كيما كنتو تشوفوا يطلق الماء تاعو من تحت. هاوليك دوك هذا الماء نديرو في نحيه له ونعاود نحط هذا فوق الطبسي باش يزيد يقطر. مي حبيت نوري لكم بلي لازم مره على مره تخلطوه هكذا، تبقاو تجبدوا لابارتي التحتانيه اللي تكون ديجا تنحى منها الماء، وتعطوا مجال اللي بقى جاري شويه مازال فيه الماء باش يحبط لتحت ويزيد يتصفى مليح مليح. ما تخافوش منه ولا خليتوه خارج الفريجيدار، بالعكس هو قد ما يزيد يقعد برا الفريجيدار يزيد يتخثر اكثر واكثر. ما تنساوش باللي راه فيه البكتيريا هذيك النافعه هي اللي راهي تزيد تتغدى وراهي تنفع فينا، يعني راهي تزيد تتكاثر البكتيريا هذيك باش الجسم تاعنا يستعملها. هاوليك الماء اللي نحيته من قبل منها، حبيت نوري لكم برك لابارتي الاولانيه اللي نحيتها، الكميه هذه تاع الفرماج اللي خرجت لي من قبل حبيت نزيد منها باش ننكهو وممكن نكونسوميوه. هاوليك كيفاش يجي كيما الفرماج طارتيني ولا فرماج ريجيم، هايليك لا تيكستور تاعو كيفاش تجي. تقدروا تزيدوا تصفيوه اكثر واكثر هدايا باش تخرجوا منه الفخوماج فيتا كيما هذاك اللي يندار دي بول اللي يخدموه السواره والتراكه، يندار هكا دي بول صغار. انا اكتفيت يعني نسحقوا هكذا هاد الخطره، المره الجايه ان شاء الله نديرو كيما هذيك الطريقه. شوفوا هنا كي زدت عاود درتو خطره اخرى زدت صفيتو اكثر واكثر على كيفاش كان. دوكا هنا زدت له الزعتر يعني فتتو رحيتو بيدي برك هكذا بين يديا، زدته له. نتوما تقدروا تنسموه بوش تحبوا، ممكن تستعملوا معدنوس يابس نعناع يابس، يعني هذا الشيء يعود لكم على حسب لوغو اللي تحبوه. تقدروا تزيدوا له الملح، انا ما زدتلوش الملح باسكو يجي حامض، هو اصلا حامض يعني اكتفي بلوغو هذاك. من بعد ديروه كويرات، تعاونوا بيدكم بالماء وتحاولوا ديروه كويرات وتحطوه في غيسيبيون، تفرغوا فوقه زيت زيتون وتحتفظوا به في الثلاجه وتكونسوميوه.
كآخر اقتراح، كما راكم تشوفوا هنا راني وجدت الفراولة او لافخيز الفريزة، وهنايا الكيفير اللي كنت صفيته من قبل، يعني ما فيهاش بزاف نقاش، فقط ان نحطوا الفراولة مع الكيفير ونرحيوه بالميكسر بالروبو. حبيت برك دو كان نوري لكم كيفاش حبيت نزين شوية الكأس، يعني باش تزينوا الكؤوس تاعكم بحال بطريقة سهلة وجميلة. كما راكم تشوفوا هنا راني موجدة السكر، وهذيك شريحة تاع الفراولة باش نزوق بها، يعني باش نزين بها. هنايا شمختي صباعتي بالماء وندير كامل هكذا صاير داير على الكاس، من بعد نجوزو في السكر هكذا باش يرفد السكر ويبقى جميل. تقدروا تاني تلونوا السكر تاعكم قبل ما تروح في الكاس، ولاشتو ما يتسقلكمش مليح زيدو شمخو شويه يعطي منظر شباب للكاس. كيما هاوليك بعد ما رحيتو سموذي عادي كيما عارفين نديروه مثلا بالياغورت، ولا تقدروا تخلطوا فيه الفاكهه اللي تحبوا. انا كيما قلت لكم في هذه الحاله اخترت الفراوله بما اننا في موسم الفراوله. اذا كيما راكم تشوفوا هادو هما الاقتراحات الثلاثه تاوعي، اللي هي الجبن بالزعتر. نفتح لكم وحده تشوفوها هايليك كيفاش تجي لداخل، الجبن يجي شاد روحو بالخصوص بعد ما تقعد في الفريجيدار او في الثلاجه لمده، يزيد يشد روحو اكثر. هذا الجبن الكريمي اللي يجي هكذا، وهذايا السموذي اللي حضرناه بالفريزه. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الاقتراحات اللي عطيتهم لكم، وان شاء الله نكون نفعتكم بهذا الفيديو. ما تنساش تدعموني بلايكاتكم بالاشتراك بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ما بقى لي غير نقولكم تبقوا على خير، ملاقاة الخير ودمتم.